السلام عليكم الشباب، اليوم راح نشرح أقوى وأحدث طريقة مضمونة لعمل جيل بريك للآيفون بدون كمبيوتر مجانا وفي دقائق فقط. كل ما عليك أنه أنت تضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتتابع الفيديو كامل. يلا خلونا نبدأ الشرح. فكما تعلمون شباب، من الصعب جدا عمل جيل بريك بدون كمبيوتر، وخصوصا على الإصدار الأخير من الآي أو إس. ولكن لا تقلق، ففي هذا الفيديو سوف أشرح لكم الطريقة الوحيدة لعمل جيل بريك بدون كمبيوتر على الإصدار الأخير من الآي أو إس. يعني أنا سوف أجرب الطريقة على جهازي أمامكم مباشرة، وأنا لدي آخر إصدار من الآي أو إس، الإصدار 14.4.1. يعني كما تلاحظون أمامكم مباشرة، فأنا لدي آخر إصدار من الآي أو إس. والطريقة التي سوف أقوم بشرحها شباب بسيطة وسهلة جدا، يمكنك تطبيقها في أقل من 3 دقائق بدون الحاجة إلى كمبيوتر. يعني كل ما عليك أنه أنت تقوم بمشاهدة هذا الفيديو إلى النهاية بدون ما تفوت أي مقطع من الفيديو، علشان تضمن أنه أنت تفهم الطريقة وتحمل الجيل بريك على الجهاز الخاص بك. تابع معي الفيديو إلى النهاية واتبع الخطوات. أول شيء شباب، ندخل على هذا الموقع appsvip.club/jailbreak. فقط اضغط على الرابط بأول تعليق وراح يفتح معك. طبعا هذه هي واجهة الموقع شباب. أول شيء بنضغط على Start Injection، وهون شباب بنضغط على Start Injection مرة أخرى، وهون شباب نقوم باختيار نوعية الجهاز الخاص بنا، وهون شباب ننتظر شوي لحتى ما ينجح الموقع في تجهيز عملية التحميل. وهون شباب نضغط على Verify، وهون بتطلع الرسالة بتقول انه لازم نكمل عرضين علشان يتم اتمام عملية التحميل. بنضغط على العرضين ونقوم باكمالهما. وطريقة اتمام العرضين جد سهلة وبسيطة شباب. كل ما عليك انه انت تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك، وبعدين بننتظر شوي راح يوصلنا كود على الهاتف الخاص بنا. بنقوم بكتابة الكود اللي وصلنا في الموقع، وطبعا العروض بتختلف في كل بلد شباب، لكن ضروري جدا انه انت تكمل العرضين، لانه اذا ما كملتهما ما راح يتم اتمام عملية التحميل. نقوم باتمام العرض الثاني بنفس الطريقة. والآن بعد ما انتهينا من إتمام العرضين شباب، بننتظر من 2 إلى 3 دقائق وراح يتم تحميل السيديا وعمل جيل بريك على الجهاز الخاص بنا بدون أي مشاكل. يعني كما تلاحظون شباب، ها قد تم تحميل السيديا على الجهاز الخاص بي، كل شيء شغال 100% بدون أي مشاكل، يعني أنه قد تم عمل جيل بريك بنجاح. والآن شباب سوف أجرب أن أقوم بتحميل أحد الجيل بريك تويكس لكي تتأكدوا بأن الطريقة شغالة وكل شيء حقيقي. و
وكما تلاحظون سبابها قد تم تحميل بنجاح، والآن سبابها سوف أجرب أن أقوم بتحميل تطبيق آخر يحتاج إلى جيل بريك والذي يدعى فيلزا. يعني هذه الطريقة الشباب مضمونة 100% وشغالة على جميع الأجهزة وجميع الإصدارات. يعني كل ما عليك إنه أنت تقوم باتباع جميع الخطوات، وإن شاء الله الطريقة راح تشتغل معاك 100% بدون أي مشاكل. بتمنى تكون استفدتوا من الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة.